يقول: ما حكم أداء صلاة الفجر بعد 10 دقائق من الأذان الوارد في التقويم؟ وهل صحيح ما يشاع إن الفجر لا يطلع إلا بعد 15 دقيقة مما ذكر في التقويم؟ هذا كذب، هذا كذب. والتقويم معتمد ومجرب، وبعد الأذان تأخذ 15 دقيقة وتشوف الصبح يطلع، ما هو بخفي. هذا ما هذا من تلبيس على الناس، ومن أجل تشكيك الناس في صلواتهم، ألا يلتفت إلى قول هؤلاء. اللي ما هم مرتبطين بجماعة يصلي يبتر بالصلاة، والبكر بالصلاة أفضل. اللي ما مرتبطين بجماعة ينتظر مع الجماعة، صلي معهم. نعم.